طبعا بقول لكم بنادي عليكم صوم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا كلنا وعلى الامه الاسلاميه، ويبقى شهرك خير علينا كلنا، يبقى فيه بطولات وانجازات ونقدر نفرحكم فيه، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه لينا كلنا في شهر رمضان. كل سنه وكل الناس طيبين، رمضان سعيد علينا يعني، هو احنا كده كده بنستنى الشهر ده كل سنه يعني، ف يعني شهر كريم والواحد بيحاول يقرب لربنا فيه. بس يعني كل سنه والناس كلها طيبين. يوم في رمضان كان دايما كنا احنا بنبقى في معسكرات، بقى لنا 6 سنين مثلا او 5 سنين بنعاني من الحوار ده، احنا بنبقى في رمضان دايما في معسكرات، ما بنخرجش من معسكر غير يوم واحد في الاسبوع. اليوم في رمضان تقليدي، بنام مثلا لو بصلي الفجر بنام، بصحى اتمرن، افطر، انزل اتمرن تاني، ده اليوم التقليدي في المعسكرات. اليوم الطبيعي بننزل مثلا نقعد مثلا مع اصحابي شويه على الهواء، ننزل نخرج، بيبقى يوم واحد في الاسبوع بقى لنا فتره عن كده. يومي يعني مثلا واحنا صغيرين كنا بقى ننزل نصلي الفجر سوا، نقعد مع بعض، نقعد نلعب كوره، ممكن قبل الفطار ننزل شويه، الساعه اللي قبل الفطار دي بتبقى نقعد نلعب كوره، وكان نصحى من النوم نصلي، نشوف بقى نقعد مع اهالينا الكلام ده. ممكن احنا بقى لنا كذا سنه في المعسكرات والحاجات دي، فكان بيبقى يوم واحد اجازه ولا حاجه مقضينه بقى مع الفريق بتاعنا، بس ما بنشوفش اهالينا كتير الكلام ده، فاحنا بقى في المعسكرات والكلام ده نبقى مقضينا ضحك وهزار بقى، اللي هو على طول نلعب بلاي ستيشن مثلا، نقعد سهرانين. كان بقى التمرين ما بيبقاش الصبح، يبقى قبل الفطار، فده حلو بقى نسهر لحد الصبح، نقعد نلعب ونسأل ننام براحتنا ونصحى قبل التمرين نتمرن، وبيبقى في تمرين برضو بعد الفطار، والموضوع بيبقى مجهد شويه، بس الصراحه ايام رمضان حلوه في المعسكرات. رمضان اللي فات كان ما عشناهوش يعني، قعدنا كنت طول الوقت قاعدين في البيت ما بنعملش حاجه، بس يعني استفدنا حاجه من حاجات تانية، احنا قربنا من ربنا كتير، كنا بنقرا قران في اوقات كتير، بنصلي كل حاجه، بنفطر مع اهالينا، ده كانش بيحصل من فترات كبيره. الشهر فات لا، بنفطر الشهر كله مع اهالينا، فدي كانت حاجه كويسه، بنحاول احنا نقرب من ربنا باكتر حاجه كنا ما بنعرفش نوصلها بسبب المعسكرات والتمارين، كنا بنقصر في حاجات. الشهر ده قربنا فيه اكتر، بس هو كان شهر ما عرفناش نتبسط فيه قوي، ما عرفناش نستفاد بحلاوته اكتر من احنا نزول بالتجمع العائلي اكتر، ان احنا نخرج مع اصحابنا، نفطر مع اصحابنا، نتصور مع اصحابنا، ما شفناش ده كله، فهو كان مختلف بالنسبه لنا تماما، بس استفدنا منه حاجات كتير زي ما قلت لك، فكان فيه مزايا وفيه عيوب، بس كانت يعني برضو ايا كان هو المزايا بتاعته كانت افضل كليه كانسان، ان انا بدات اقرب ربنا اكتر، بختم القران. عيوبه ان احنا ما كناش بنتجمع، ما كناش بنتلم، ما كناش بننزل كتير، فليه مزايا وما عيوب يعني. لا انا رمضان اللي فات ده بالنسبه لي كان حلو الصراحه، كنت مبسوط ان انا قاعد مع اهلي في البيت، كنا متجمعين اكتر بقى، لان انا بقى لي كذا سنه في المعسكرات والحاجات دي، فيعتبر رمضان ما كنتش بقعد معاهم، كنا متجمعين مع بعض، هو بس اصحابي اللي ما كنتش بشوفهم يعني. ممكن اول مقابله مع اصحابي كان في اخر رمضان او على العيد، اللي هو انا ما شفتش الناس في رمضان، بس يعني مع اهلي لا، الموضوع كان حلو الصراحه. حاجه قديمه اكيد بكار، ده حاجه كده الف في رمضان يعني بكار. مسلسلات الموسم اللي فات كان في مسلسلات حلوه قوي، الاختيار طبعا كان حاجه كده حلوه، البرنس محمد رمضان انا من عشاق يعني، فبحب اتفرج عليه في اي حاجه. لا كانت الحاجات دي بتبقى مفيده جدا، او مش مفيده، اللي هي بتسلي وقتك، قاعد بتتفرج، قاعد فاضي فقاعد بتتفرج، بتشوف حاجات، في حاجات جديده بتظهر ولا لا. يوسف شريف السنه اللي فاتت كان عامل حاجه جديده فانت بتتفرج عليها، فلا الحاجات دي كانت دايما بتبقى بتسلينا يعني، الدنيا كويسه مش وحشه. اوكي كده، انا بحب الكرتون من وانا صغير لحد دلوقتي يعني، بقعد اتفرج على حاجات. في رمضان بقى الواحد بيبقى قاعد فاضي، فالمفروض ان بنتفرج على كل حاجه. المسلسلات بقى اخر كام سنه دي الحلوه الصراحه، يعني ليها كده طابع خاص مع رمضان، الواحد لازم يقعد يتفرج على المسلسلات الصراحه. انا مش عارف، ممكن مثلا اتمنى اخد فانوس لو حد يعني شخصيا، ممكن محمد صلاح الصراحه يعني، ده بالنسبه لي حاجه اللي هو نفسنا كلنا نوصل له، اي رياضي يعني بيبقى يشوف محمد صلاح حاجه رول موديل يعني بالنسبه لنا. تريكا مثلا، انا اتمنى يجي لي فانوس من ابو تريكا، انا شفته مثلا في النادي هنا كتير، كنت بقى احب اتصور معاه كتير، بصور معاه وانا صغير، فهو حاجه كده سبيشال لاي حد ان هو يشوفه او يتصور معاه، فلا تريكا في حته تانية بالذات عند جمهور النادي الاهلي، او عندنا كلاعيبه النادي الاهلي كنا احنا شايفين ان هو حقق حاجات كتير، فرحنا كتير، فحاجه كده لا مختلفه. لو انت هتدي فانوس لحد
يعني ادي فلوس لحد تريك افتكر ادي برضه حقيقه لا ادي فلوس لحد ما فيش حد ممكن انا اديه مش عارف والله ممكن بقى من اهلك من قرايبك اه ايش عادي ديت يعني انا طبعا فلوسي يبقى اللي بابايا مامتي يعني حاجه كده فاخش عليهم فتبسطهم فعنديش مشكله فيه ممكن اولاد اخواتي يعني كده كده اجيب لهم يعني انا جبت لهم صراحه انا افتكرت انا جبت لهم اولاد اخواتي فدول دول اقدر ادي لهم فلوس أبدأ أنا؟ ما هو أشهر مزار سياحي في الصين؟ مين؟ أشهر مزار سياحي في الصين؟ مزار إيه ده؟ لا طبعاً مش عارف طبعاً لا ماشي هو عايز ما هي عملة دولة الصين؟ الصين؟ فكرة في الضياع محدش هيجاوب هو العاصمة شنغهاي تقريبا طب احنا ليش دعوة العملة احنا عملة ما تهزرش ليش دعوة عاصمة كيل تمام لا العملة لا مش عارف استنى ين؟ لا ين ياباني يوان يوان؟ ماشي ما عارف صفر 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 ما تهزرش مين اللي غنى أغنية رمضان جانا؟ ايه ده؟ انت هيجي نغنيها كده؟ اللي هي وفرحنا واحد ولا واحد؟ ايه ده؟ مين ده؟ انت عارفه؟ والله ما اعرف صوت الرابع يا لا مش عارف طبعا حاجه من النادي يعني حاجه لا مش بتاعتنا طبعا لا لا ما اعرفهاش طبعا تكون عارف حلوه دي لا بقول له حلوه دي حلوه دي ما هي الدوله اللي استضافت كاس العالم لكره القدم سنه 1990 1990 مش دي اللي كان مصر راحتها اه هولندا لا هولندا ايطاليا ايطاليا اكسب انا طيب اول اللي قالها انا عارف بس انا عارف كنت ممكن اجاوبه يعني ما قلناش حاجه ما شاء الله ما هو اضخم حيوان على وجه الارض حيوان سادة شطة حيوان ايه ده الحوت ولا ايه هو انت كل واحد احسن يا ريت وسحابه الراجل قالت بسحراتي ايه؟ قلب بصحراتي في طبلة طيب ولا اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم قول اسم عم قول اسم قول اسم دي فلوس فلوس دي قول اسم اصحى يا كاستيلو ما هي عاصمة المجر؟ سهلة دي بيدفست ايه؟ لا مجر؟ اه يا روز من البنت قولت اه قريبة من في افريقيا؟ لا ايه بس ده افريقيا هو افريقيا ايوه ماشي بس هي العاصمة كده احنا رحناها يا عم سهلة ايوه يا ابني ما هي تقريبا قريبة منها قريبة من الاسم قلت ده طب ما ايه ما تمشيها لي بيدفست اسمها هو اسمها قريب من بيدفست بس عشان كده كنت واثق قوي من ده اسحب ورقه بتسحب اقول انا؟ اقولها لا بودابست بودابست قلت بودابست كويس مدى قيمة أول بطولة كأس عالم لكرة القدم؟ أول هو مالهم بالكأس العالم مش لا لا احنا جايبين أسئلة من قديمة أول كأس عالم؟ ألمانيا لسه حبة حلوة يا ابني مدى قيمة السنة متى؟ السنة السنة هي 1900 وحاجة وثلاثة 30 ما حسبتش يا باشا ما تخصنيش يا باشا قلت كده بس الناس زهقت انا 1-0 ليا بس عشان مسحراتي غني اغنية بكار بكار
كان اللي هو كان بتاعت منير اللي هو مقرر شيء كده يا ابو كف رايق وصغير فكر بس حلو قوي كده. لا بتاع الهبل الاهم بقى بكر 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 واحد واحد. تيري هنري كان بيلعب فين قبل ما يروح ارسنال؟ تقريبا انا عارف. تسحب لي موناكو صح؟ كان بيلعب فين؟ كان في لعب فرنسا موناكو تقريبا مارسيلي يوفنتوس بجد ايه ده؟ اصلا دي معلومة حلوة اصلا دي جديدة دي نحب هنا الناس. ما هي أكبر نتيجة فاز بها الأهلي على الزمالك في الدوري؟ في الدوري 6-1 معروفة 2-1 ليه فين 2؟ ايه وقلنيته ان انت انيستا بيلعب في انهي دوري دلوقتي؟ الصيني؟ صح أين تقع جزر المالديف؟ كان أجاوبها؟ فين كمان؟ لا ما أعرفش. في الهند؟ الله ينور. أنا أروحها. آسيا. أو آسيا أنتوا عايزين قارة بقى والبلد براحتكم. من أول دولة من من أول دولة فازت بطولة كأس العالم؟ برضه؟ ماشي. ألمانيا؟ فرنسا؟ أرجنتين؟ هو اللي بيخمم مش انا هو انا بعيد. اين تقع دولة بنما؟ بنما ده القارة بنما كوريا امريكا الجنوبية. ايه سهل 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 انا كورة باشا ما بيجيبني كورة. كم مرة ايه ده يا عم ده بقى كم مرة شارك منتخب مصر كرة قدم في كأس العالم؟ هما اثنين اثنين ايه يابا؟ ثلاثة؟ ثلاثة صح؟ اختار بينهم ثلاثة اللي فاتت دي الثالثة. أين تقع دولة ميانمار؟ أنت بإيه الأسئلة دي؟ والله أسئلة سهلة أوي لو جات لي أنا هجاوبهم كلهم. دولة ميانمار؟ إيه دولة ميانمار؟ ده أنا أسمع ده إيه ميانمار اللي هو كان فيها حاجة حادث إرهابي كده حصل والله كان مسلمين قتلوهم ممكن. لا معرفهاش 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 لوكوز ايه خد العمل انت بتعطي عاصمه هي دي دوله اصلا لوكسمبورغ. لوكسمبورغ دي مش دي كانت تبع البرتغال هي انت عايز بقى العاصمه بتاعتها بجد لوكسمبورغ ايه ده ايه ده ايه الحوار ده